بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدها. أما بعد، تغنوا يا حغب ليرنك صلاة صفة الصلاة على الميت ويلشون دي أحداش طلا دقلامز سن كوتس كيف دوتش حغبير دوي يكبروا أربعا دي تكبير دي دونة طلا مزح دوحر تكبير دين شو ديها إمامو دوحر تكبير دين شو ديها دوشر دون سورة الفاتحة فاتحة دوشر دون فاتحة ديش ويل شو ديها جيم سور ديشر ديك دوية سورة دوش تعايت دوق سور يقر تعايت ديشر إذا ديك بوالغ بوم ديش ديك دون أما الأخر بارا سورة الفاتحة ديشر دوتو شلوخ تكبير ديدو إمامو تو ديها بايمرنا صلاة صلوات دولار دون سو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلوات دولار دو صلوات هموخ صلوات دو وي التحيات دوش تغينا حلا مزاح دلش طول صلوات دوقي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اتبار محا صلوات دولار دوش الله تكبير ديش قول الله تكبير ديدو إمامو قول الله تكبير دين شو ديحا دعا ديدو ويا ويلشون يدعا موغدو بس بسر حديح كان دو إشا باي مريرا صلى الله عليه وسلم ديغا دو تارخ تحضير شحاق ديدو تارخ دو هنا اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. إشتا هرتع دعدو قيشين صوى الله قي ديغ دعد الله قي ديشر دتو. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اشتا هرديخ دعدو شي بيزن بلچو سوى لؤچو إديخ دعا ديدو سولتا دي الله تكبير ديدو تيقاها دي الله تكبير دين شولتا ها سلام دردو تو يغا هور تكبير احكيوكش حال ايدا هور تكبير دين شاينا كيوكش حال ايدار سنتو شي بيزن بالا حال ايدي يدتو اشتا تتاحا اندع دولشتو دقلا مزا يوغا قتا هما دو حاق دا ديش اتدوعنا شكاحا. اللهم اغفر له بارش تغندو له الج اما زودلع اللهم اغفر لها الحال اوزيدتو اشتق دع اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اكن شانش شقين شات دشنشي هدول شا هودول شا هائر دوتو زوچون مستا امينش خوي تريدو نقاسن شيء ولا شنت ارداش تل دقلامز اللهم اغفر لهما اردتو نقاسن شن الصو ولا اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم الله اش داخلي دوتو يدعى شيء مستأمين شخيط أخيوش. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.